وانا باكد على كلام الاستاذ عميدي برضه وفعلا قال لي على سن ال 50 واحنا عدى مع ناس مترافعه على فكره الدكتور عثمان لسه قريب في مصر هم عاملين شغل حلو وانس ممكن اسبوع يسمع عامل اسبوع موضوع ان احنا نبني الطريقه النوبيه الحمد لله في كود طلع دلوقتي في لجنه الاسكان ولجنه الخبز بياكد بقى الطريقه اللي الدكتور قال عليها بس هم عاملينها من شويه يعني حاطين بقى كود وإيجاد التكسير وعاملها بشكل علمي شويه حاطين الاسمنت 10% بيطلع بورين بيطلع بورين برضه كود معمول بقدر اخد رخصه والله من 10% يقدر يجيب رخصه عاديه جدا وهو يحط نسبه اسمنت 10% بس مع الجزء بقى البيئي اللي بيجيب تراب ورمله ونضيفه زي الرمله اللي عندنا في البيئي نفس الحوار بتاعتنا فاحنا لو المشروع ده عملناه مجرد بس مكبس ولا ما يكملش 20000 جنيه مكبس وعندك التربه زي ما هي ب 10% اسمنت فبتطلع ثمن الطوبه تقريبا اللي هي تمثل 25% من الطوب اللي احنا بنستخدمه فزي ما الدكتور بيقول ولا يحتاج بقى اسمنت فلان ولا ماتريال زاني انا عندي يد عامله موجوده في الهبل بالظبط يد عامله موجوده بتاعتنا الماتريال الارض نفسها الخامه بسيطه جدا فلو عملنا حاجه زي دي بسيطه قوي ابتدينا نبني البيوت بتاعتنا بالشكل ده الجفاف بياخد يومين او ثلاثه جوه بتطلع يبقى انا اقدر اعمل مكبس مثلا بيبني لي خمس ست بيوت وهكذا فده الهدف يا ريت الفتره الجايه يعني نتكلم عن التراث طبعا والاعمار النوبيه زي ما احنا قلنا ليها ابعاد كبيره جدا سواء ابعاد جماليه لما الراجل بيبني البيت وده دوره بينتهي بعد كده يدور المراه ويزين البيت كل الكلام ده ممكن يحصل في العماره الحديثه دلوقتي يعني احنا ابتدينا نجمع شبابنا سواء بقى في عوده او مفيش عوده او بنتكلم عن البيوت حتى لو بتتعمل نصر النوبه او في البيوت العاديه ما نبتديش نشتغل بقى زي الصعايده ونعمل مسلح ونعمل لا ممكن اعمل بيت دور او دورين واخد معايا بيتي بستمتع بقى بالبيئه درجه حراره بره بتوصل 47 50 انا عندي جوه فصعب قوي لما الناس كلها بتاخد التراث ده وتاخده وتاخده بره وتستفيد منه سواء بقى في كوره صحيه ويعمل فلل واحنا عندنا التراث ده ونرجع تاني للخساره والحر ده والتكاليف فهي البيئه بتاعتنا زي ما قال الدكتور هو الفنان نوبي او الانسان نوبي فنان بالطبع سواء بقى كاتب ولا شاعر او مهندس تلقائي يعني هو اللي عامل بيت ده مهندس بتفرج عليه ويبقى اللغه كده الصناعيه دكتور دلوقتي موجودين في ايدهم زي ما قلت قرية المحاميين هم ما شاء الله بيورثوا تاني وهم حتى بيقولوا البلد ده كله هم نوبيين حتى في معالي المنصور هناك قلت له قال لا انا ممكن اعمل زي مدرسه صغيره او معهد وعالم نوبيين هم اللي علموني وقال اسميهم بالاسم معلم فلان وفلان وفلان وفي الاخر المهنه انقرضت وعند محاميد فليه نرجع تاني نرجع بقى نرجع نشوف ممكن ازاي نبني وازاي نشتغل بدل ما احنا قاعدين كده بنتفرج ونجيب ناس محاميد طبعا ما شاء الله المحاميد دول مش مهندس عادي ده كان استشاري هو بيقعد كده يطلب الطلب اللي هو عايزه ورقم اللي هو عايزه يطلع بقى في الساحل في الجونه في الكلام ده كله بس فوتو وعاملين مجموعات بروفا اختلاف ماتيريال حتى اختلاف الخامه نفسها اللي بتتعامل بيها مثلا بيعملوا اه بيشتغلوا بطوب احمر عادي بيشتغل يعني لا انت لو رجعت بقى للطوب اللي احنا قلنا عليه 10% سمنت بس بتشتغل على 10% والباقي رمله بتتكلم في تكلفه لا توصل بس هتعلم الناس ازاي يبداوا بقى يعني دي المهنه اللي هي تاكلهم ده انا لو عندي حد حرفه بصراحه يعني تربيه الانسان بقى دي دايما اللي احنا بنفكر فيها فلو جبت مجموعه اشخاص فعلا عندهم النيه ان هم يتعلموا حاجه زي لو 10 بس اتعلموا ابتدوا هم يبقوا المعلمين اللي ماسكين الناس مش رقم مختلف فاهم هو مش بنا طبيعي لو الراجل بيقول لي ابني خد بقى يعني اول مره اشوف صنايعي اقف اتعلم منه ما ينفعش اتعلم منه يقوم معلم اصلا هو راجل فنان القبه مختلفه يعني القبه دي غير القبه دي غير الرسمه دي مش محتاج حد يقول ولا يجيب له رسمه هو فنان بطبعه فيا ريت لو قدرنا نعمل الجزء ده جزء ان انا اعمل خامات واجيب الصناعيه واعلم الناس دي ده اللي نفسي بقى عايزين بقى نبطل حته ان احنا دايما نبكي على التاريخ ونبكي على الماضي جميل قوي بس نشتغل هي دي النقطه اللي نفسي فيها ودايما بقول لصلاح جدا لما بنقعد في حاجات ليها علاقه بالبيزنس شويه نشتغل حضرتك كنت ذكرت قبل كده في ندوه سابقه ان في سويسرا على ما اظن بتعد البيت السويسري اللي هو كان بيعمل تعليم مدرسه بنا في النوبه كان هيبقى بيت ومركز ابداع ومكتبه هو كان المفروض للاسف وزاره الشباب والرياضه هي وقفته شويه كان السفاره متبرعه بيها كانت عايزه تبقى شارع عنيبه كان ارض كبيره ولاد نص البيت كان ساعتها بس محمد كان بيدور معانا بس للاسف الموضوع وقف بنحاول نرجعه تاني ان شاء الله وكان عندنا رسومات والناس كانت الراجل اللي بعت مسافير مشي سحب الفلوس للاسف بعد ما الناس قالوا بقى شغل الحكومه كانت منحه فاحنا نقدر نعمل الكلام ده بنفسنا يعني بقول لحضرتك اتعلمنا بس الخامه دي اللي هي تقريبا ببلاش علمنا الناس بس لما يجيب ناس هو يعني مختلفين هو راجل بيقول لك انا ممكن اعلم الاثنين ما عنديش مشكله
بس نبدا ونجمع ناس يعني. يا ريت حد يتولى الموضوع ده دكتور هنا في جامعه التراث. المشكله بقى مؤسس التعليم الحته دي صعبه. احنا عايزين بقى نطلع بره الجزء ده الشغل. الفكره تكون اوجه يتعمل مدرسه معماريه زي الصنايع المعماريه تبقى حاجه بس التراث الشغل حاجه رسميه. هي دي مش كده. ما تجيش الا كده لان هي زي الناس الصرافه اللي هي موجوده في قريه دي بقى في جزء مثلا تصميم بناء بالطرز معماري بس تخصص طرازه بخامات وكل حاجه موجوده. هو احنا اتكلمنا في الموضوع ده مع مصر خير ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده في هناك جزيره يسر بيحاولوا يعملوا لها تنميه وهم الناس بيدوا نفسهم. فكنا قلنا ممكن الناس دي فعلا يتعلموا عن طريق الحميد يوتيوب يدخل نفسهم بدل ما يجيبوا صناعيه يبقى نوع من انواع التنميه. النهارده مفيش حاجه ولا انا عايز اسمع بس يا ريت بقى عايزين نسمع اي حاجه عن دكتور محمد.